جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أودع لدي أحد الأشخاص مبلغ يسير من المال، ومضى على ذلك قرابة 7 سنوات ولم يعد لاستلامه. تعرفت على عنوانه وأرسلت إليه أطلب توجيهه لي في كيفية التصرف في المبلغ، ولم أتلقى منه الرد حتى الآن. هذا الشخص شيخ طاعن في السن، يعمل في الإنفاق على صيانة بيوت الله وأيضا على الفقراء، ويقيم خارج البلاد. لا زلت أحتفظ بالمبلغ ولا أدري ماذا أفعل، وجهوني أثابكم الله. يجب عليك الاحتفاظ بالمبلغ لأنه أمانة عندك حتى يطلبه صاحبه أو تتمكن أنت من إيصاله إليه. المهم أن عهدته عليك ما دام عندك إلى أن يطلبه أو أن تتوصل أنت إلى تسليمه إليه. نعم.